حصلت شركة أمازون على براءة اختراع جديدة لنظام جديد يقوم بفتح الجوال بواسطة التعرف على شكل الأذن، وهذا سيحدث عندما يقوم المستخدم برفع الجوال قرب أذنه للرد على إحدى المكالمات، ليتم فتح الجوال والرد بطريقة تلقائية. ستسمح هذه الخاصية للمستخدم بالرد على الجوالات دون أن يلمس شاشته، وسيتعرف على الأذن المستشعر الذكي ويقوم بالرد على المكالمة فورا. تصدرت شركتا سامسونج واي بي ام قائمة الشركات الأكثر نشاطا في تقديم وتسجيل براءات الاختراع لدى المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2015، وحصلت اي بي ام على أكبر عدد من حقوق براءات الاختراع خلال الفترة ما بين بداية يناير ونهاية مايو الماضيين، وذلك بعدد 3059 براءة اختراع، تلتها سامسونج في المرتبة الثانية بعدد 3052 براءة اختراع، وبفارق كبير عن شركة كانون التي حلت ثالثة في القائمة بعدد 1782 براءة اختراع. احتفالا بالموضة الربيعية للسيدات من حول العالم، تقدم فيرتو العلامة الرائدة في عالم الهواتف المتحركة الفاخرة المصنوعة يدويا مجموعة هواتف أستر الذكية المصنوعة في إنجلترا. تتضمن التصاميم الأنيقة هاتفين سيستحوذان بالتأكيد على إعجاب السيدات الأنيقات، إذ يتوفران بألوان مرحة ومستوحاة من أحدث اتجاهات الموضة التي شهدتها منصات عروض الأزياء العالمية. بالتأكيد إنه أمر رائع عندما تتدخل التقنية لمساعدة الأشخاص في إنجاز العديد من الأمور، خاصة عندما تتعلق بمشاكل طبية ومشاكل تعيق الحياة. الطباعة ثلاثية الأبعاد منذ ظهورها تساعد في كل هذا لكل البشر والحيوانات. لذلك الكلب ديربي ولد بدون أطراف أمامية وبدون قدرة على الحركة أو الركض، ولكن الطابعة ثلاثية الأبعاد تقدم أحد الحلول للكلاب والحيوانات التي تعاني من إعاقة جسدية عبر عجلة دائرية تم إنشاؤها بواسطة إحدى الطابعات، وها هو اليوم ديربي بأطراف وحياة طبيعية. نهاية التكنولوجيا، إلى اللقاء.